والله الكلام ده انا طبعا حارجني هرجة شديد، فانت ما قادر انت تتخيله يعني. طيب يا جماعة، صحوا لي المعلومة دي. قال لك مقتل 15 من ميليشيات الدعم السريع. ها؟ الكلام ده يا جماعة غربي جبل مرة، الكلام ده يا جماعة صحيح؟ اكتبوا لي يا جماعة الكلام ده صحيح؟ فإن شاء الله يكون صحيح يا جماعة. كويس؟ إن شاء الله يكون صحيح يا أخي، عشان نرفع لكم القبعات شوية شوية كده يعني. أنا قايل الدق بتاعت أول أمس وأمس ده نفع يعني، أنا نفع، عرفت كلامي يا محمد؟ محمد الفجخ هناك بتاع في أهلنا دارفور، في دارفور شلتهم وديتهم شلوت، الناس بقت تصحى شوية شوية، صح؟ كويس؟ إن شاء الله يكون الكلام ده يعني هناك. فجقوا الدعم السريع طبعا، وضحوا لي يا جماعة صح؟ يعني الدعم السريع هم الماده يعني، ما أهلنا صح؟ يعني الجنجويت هم الماده صح؟ تمام. ما عشان الكلام يكون، عشان ما يمشي ساكت يا جماعة، عشان ما تجي تقول لي بعد يومين ثلاثة تقول لي والله يا أخي أنا طبعا أنا ويا جمهور أنا أديت فلان كده، لا لا نحن الكلام ده بنحطه في الميديا عديد وبنشكرك وتقيل أدبك بنفجرك بيت الأمور اللي جبته ده. طيب يا جماعة، الناس اللي انحرقوا وعندهم صفات بتاعت حريق وهم بلاكات في نفس اللحظة، ناس بلاكات وبيحرقوا الليلة في أهلنا في 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 اتجاه لقاوة، وبيخشوا مهمتي الجنجويتي جاي راجع دارفورنا كويس، بيخشوا مهمتي الجنجويتي الرباطي وبياخدوا المنهج بتاع أهلنا في دارفور، انحرقوهم وحرقوا قرام ودمروهم لأنه قطاطين بيوتنا كلها بيوت بتاعت قش. بالله عليك الناس دي فرقهم معانا نحن شنو يا محمد؟ كده بيني وبينك كده على قلبك وبيني وبين أي زول قاعد هنا ده 1600 نفر، ال 1600 نفر ديل يا جماعه، الناس اللي قاعدين في كردفان ديل اللي بيقولوا لهم ان احنا بسيريه وان احنا كده وحمر و الفرق بيننا معاهم شنو يا جماعه؟ في زول بيجي بيقول لهم الناس ديل عرب مثلا وبطيخ وطماطم وان احنا بلاكات؟ ما كلنا واحد، ما كلنا في رقصتنا وفي بتاع في عاداتنا وفي تقاليدنا وفي حاجاتنا وكل واحد. ها؟ الناس ديل يا جماعه انا والله العظيم مختار يا جماعه، انا بجيب الفيديو ده لانه انا عندي فيديو كده ابن كلبي جدا، انا داير اجيبه واحط في شلوت في الجنجويت ده عشان يزول يحطها في تكته. في زول بفيق قدومه بقول السوداني ده الزول ده بلاك وانا عربي، كلام زي ده ما موجود في ليبيا على الاطلاق، صح ولا ما صح يا شباب؟ دايرين دليل؟ انا ياخد عندي الفيديو، عندي الفيديو، ياخد الفيديو انه في ليبيا ما في زول بقدر بفتح جردله بيقول انا 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 عربي. طيب تبتلني انا انت اذا كان انت في ليبيا ما مقتنع انك انت عربي وانا بلاك انت بلاك، تبتلني ليه؟ انت ما تجي تناصفني وتقول كلمه حق هنا في المحل ده. ما اذا كان انت في ليبيا ما قادر تثبت بانك انت عربي، كيف انك انت تقتلني في 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 السودان باسم العروبه؟ تقول العقوني ولا كده ولا بتاع؟ ده الناس كلها يا جماعه، ده من الجزيره. ده الناس كلها يا جماعه، ما في في السودان ده كله زي ده. انا داير اوصل لك الفكره بانه ناسك دي جت لو جو اوروبا ولا فاتوا ليبيا ولا فاتوا وين ولا فاتوا ربنا يفك اسره، ما قلنا حاجه، لكن هو لو عربي في ده عربي عقوه في ليبيا بدقه زي ده. قبل يومين برضه كان في واحده برضه من افريقيا برضه قال لك يا دول صورت نفسها ورفعت لبلدها تنجو بعبر السفاره فكوها، قال لها قالت ترد الكلاب. ها؟ قال لها رد الكلاب. ده الاحلى يعني، ما اهلك ما الله لا معقوله؟ ما انت عربيه والليبي عربيه، انت اولاد خالات دقاك قتلك ده مشكلتك حاجه بترجع لك، لكن من باب الانسانيه نقول ربنا يفيق اسره وبعد ذاك انت كمان شنو؟ فخلوا القله ده كده في السودان هاي. بس ده كله الموضوع اللي احنا دايرين نوصل له. يا قطي الله جعله. شدوا حيلكم يا حنا، الفيديوهين بتاع الحريق والفيديو بتاع حنا انا جيت الخص لانه انا جيت من سفر والله، ف
فانا داير الخص بس الفيديوهين دول، لكن كان المؤتمر الصحفي بتاع النوبه ده من المفترض انا كان احضره، لكن الزمن ضيق وما بيخليني انه انا احضر الفيديو ده، عشان كده اللايف مفتوح. الدعايه مفتوحه، قلت اللايف مفتوح، الدعايه مفتوحه يا جماعه، والناس عشان تجي شنو؟ تجي بعد ده تعلق في الفيديو بتاع الحوسه، وتعلق لي الفيديو بتاع الحريق بتاع اهلنا في لقاوه. دعوة مفتوحة يا جماعة للجميع، تحياتنا، اسلموا كثير، شكرا لكم. طبعا الفيديو ده بتاع اهل الحوسة ده لو جبته هنا بيقفلوا الصفحة، لكن الرسالة وصلت. الدعوة مفتوحة يا جماعة. انا طبعا ما اقدر اطول في الفيديو، اللايف ده ما اقدر اطول فيه شديد، لانه انا مشيت وجيت من سفر فتعبان والله وذير انوم. طيب اوكي، اول دعوه هنا. مرحبتين كذا، كيف حالك حبابك؟ الله الله يديك العافية. تفضل. أزماني دار ألخص لك بعض الفيديوهات اللي انت عرضتها في الشاشة قبل شوية. تفضل. برنامج الحريق ما الحريق، انت قلت دي الناس دي منكم وفيكم، عرضت زي كده في الشاشة. فنحن اخوي والله، ولا بنمثلك انت ولا بنمثلك زيك، حتى لو بقيت نحن ما بنمثلك ولا بنمثلك زيك، حتى لو بقيت ما بتمثلني ولا بتمثل زيي؟ اي نعم. ما فاهم حاجه انا كلامك ده، ما فاهم يا ما في دور فاهم كلامك، انا ما فاهم حاجه، وضح لي شويه. انت ما دار تشبه الشكل بيك انت. فكيف نحن الشكل نكون زيك انت؟ يعني لا انا يعني، طيب انت ما بلاك يعني؟ ما فاهم عليك. انت ما بلاك، ما افريقي يعني؟ ما بلاك. انت عربي صح؟ اكيد طبعا. والفجوة ده الدقوف الليبي ده عربي طبعا صح؟ ما ده شغل الرجال اصلا. اي موقف اي موقف جاوبني قدر سؤالي بعدين ارجع اشكر. الدقوف ده عربي صح؟ فعلا فعلا عربي. طيب والليبيين هم عرب برضه صح؟ فعلا. انت عارف في ليبيا حسي الناس، الله يفتح معي، حسي الناس في ليبيا، انت عارف في ليبيا ما في زول يقدر يفك قدوم يقول انا عربي، اعرف الكلام ده ولا ما اعرفه؟ والله انا ما اعرف حاجه زي ده، لكن نعرف ولا ما نعرف. محمد في حاجه في زول قاعد في ليبيا يا جماعه، في زول قاعد في ليبيا يا جماعه، قدموا لنا دعوه قاعد في ليبيا. اسمع براك، عشان انا قطعت البحر خليت ليبيا، لكن في ناس حسي قاعدين ما في سوداني شرق وغرب، الليله الخواجه ده فات افريقيا ولا فات اي دوله، في زول بنتقده بقول له يلا انت ما خواجي، خلي ليبيا البعيدة. انت اسي لو مشيت يا اخي، انا بالراحة بس انا سألتك سؤال يا اخي، الخواجات دي لو فاتوا اي بلد في زول بيقول له لا انت 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 ما خواجي. ما طيب لو السوريين دي فاتوا اي بلد في زول بيقول لهم انتم ما عرب؟ خليك من الدول البعيدة. ما سؤال، انا سألتك ما ديل اذا كان ده عربي والليبيين عرب، إذا ما ناصر ما من المفترض كان يعني ينكر هويته ولا كان يدقوه زي ده؟ طيب تمام. يلا أصلا الناس اللي بيمسكوا الناس زي دين يعني أكيد بيكون داير قروش يا عند مصلحة يعني ما ساي. المصلحة دي قاعدين يدقونا كلنا ذاك في المصلحة، كلامك صحيح، لكن في ليبيا ما في زول بيقول أنا عربي. ده ثبتنا في النقطة دي. ما بقدر أقول كيف. طيب انا واحد ده قال لي انا في ليبيا، طيب نجيب ناس قاعدين في ليبيا. ليبيا يا جماعه، الدور اللي قاعد في ليبيا يا جماعه، ليبيا لابيا ليبيا. نجيب الناس اللي قاعدين في ليبيا. انا اعتبرني كذاب، انا داير امشي قدام، انا داير ارجع، اصل الله انت قاعد ترجع لي ورا، انا داير امشي قدام لانه الموضوع ده انا عرضته وفضته، لكن انت داير تلخص موضوع. ما في دور الله يرضى. انا الخص لك المعروضات اللي انت عرضتها كويس معك، وانا داير اضرب لك مثل قريب ما بعيد عشان ما توديها ليبيا ولا اي مكان بعيد. كويس معك؟ انت في ليبيا؟ لا انا ما في ليبيا.
لا ده انت في ليبيا، في واحد اتدخل عليه، ده انت في ليبيا. نجيب زول في ليبيا يا جماعة، ليبيا ليبيا، ناس ليبيا وين يا جماعة؟ والله اخرت عليه الله في حقي يا اخي. انت في ليبيا، انت في ليبيا الو، حبيبنا، انت في ليبيا. مين ده بيتوهق شبكة التليفون ديل؟ شبكة او شبكة شبكة ده. شبكتهم هناك تعبانة يعني. شبكة يلا تعبانة يا استاذ اسمعني خالد. في اسمعني يا احمد. انت في ليبيا، مرحبا انت في ليبيا، في ليبيا. شبكة شبكة طيب. في ليبيا، في ليبيا طيب. في سوداني قاعد يقول هناك انا عربي. ما فيش حد بقول انا عربي. شايف ده حسي ذاته لغته بقى ليبيه صح؟ قال لك ما فيش حاجه بكل، تعرف بكل؟ ما يعرف ايش حد ده موضوع زي يا احمد، كويس معك، احتمال ما نجيب يكون عارف اي حاجه ده. نجيب زول ثاني هذا. يا اخي والله زول، والله يا جماعه طلني من الله حقي يا جماعه. انا دير، انا دير انا على انا لو الاغنيه بس. بدك الاغنيه يا جماعه، الاغنيه يا جماعه في الموضوع بتاعت الحريق يا جماعه، عشان نمشي قدام يا جماعه. اطلع الجوله ورا يا جماعه. طيب يا احمد، داري اقول لك حاجه، خليك من التعليقات بتاعت المقطع اللي فات، بتاع ليبيا وما ليبيا، برجع لك لبرنامج بتاع الحريق ما الحريق. برضه انت عرضت كم نفر كده، قلت ديل منكم وما منكم، ونحن طبعا داري اقول لك حاجه بوضوح عشان ما تحكم على البشره ولا تحكم على اللون ولا كده. حبيبنا ديل، ديل ملوك الحرق وديل ملوك. انت ما عارفهم، ما سألتك انا توار، ديل منو الحرق وديل ديل يا ودي نجيب.